السلام عليكم اخواتي حبيباتي، اليوم عندنا فيديو جديد. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما نبداو البنات ما تنساوش تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. فضلا منكم ليس امرا وشكرا للجميع. البنات اليوم عندنا كيك اللي هي زوينه البنات، ان شاء الله غادي نقدمها معكم. هذا الكيك هذه البنات كتحتاج 4 ديال البيض، وكتحتاج كأس من الزيت، وكتحتاج كوب من الحليب، وكتحتاج كوب من السكر سنيدة، وكتحتاج 3 ديال الساشيات ديال الخميرة ديال الحلويات، وكتحتاج تفاحة كبيرة، وكتحتاج لكريم باتيسير بالشوكولا أو تخليوها بيضة، وكتحتاج 3 الكؤوس ديال الدقيق البنات، وكتحتاج باش نسموها الفاني اللي عندي هنايا سائله البنات، وعندي مليحه، وعندي اللوز ايفيلي. ان شاء الله على بركه الله. هاد الكيك هذه البنات كتجي زوينه بزاف، ولاني ما كتبغيش تبقى في الثلاجه اكثر من 3 ايام حيت فيها التفاح وفيها لا كريم باتيسير. غادي نهرسو البيض، بسم الله على بركة الله. كل شيء في نوبة البنات، وديروا الطراب اليدوي ولا نتاع الضو ولا العجانة الى عندكم تخدموا الباطور ديالها. هنا البنات درت البيض، وندير قريصة ديال الملح. غادي نطرب البيض البنات، ومن بعد غادي نزيد عليه السكر. من بعد ما طلقينا البنات البيض غادي نضيفو عليه السكر، وغادي نخدمو العجينة ديالنا والطرب الكهربائي. غادي نخدمو تيطلع لينا شوية البيض، ومن بعد غادي نزيدو عليه الزيت تدريجيا حاجة بحاجة. هنا البنات غادي نزيدو الزيت على الخليط، وغادي نخدمو وهنا البنات دابا غادي نديرو الحليب، ونعاودو نخلطو الخليط. دابا غادي نضيفو لينا الطحين ديالنا والخميرة الحلويات، وغادي نعبرو الكاس البنات باش نشوفو شحال من كاس، شحال ديال الكيسان هزت لينا الخليط ديالنا، شحال من كاس هز. هنا البنات غادي نعمرو الكاس، بسم الله. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، كاس البنات. نعاودو كاس آخر، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ما عمرش. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. نشوفو البنات دابا الدقيق ديالنا. البنات نسيت ما قلت لكم كنديرو نص حامضة، إلا كان فيها الما كثير كنديرو نص حامضة، مكانش فيها الما راه تنديرو حامضة. المهم أنا غادي نسيبها مع هاد الخليط هذا. نسيبو دابا الخميرة البنات مباشرة من بعد الدقيق، وغنزيدو النص ديال هاد الكاس باش نشوفو. البنات ملي كديرو الحامض راه تيتقل ليكم شوية العجين. غادي نقلبو بهاد السطاتيلا البنات.
دابا البنات غنكملوا داك الكاس ديالنا. كي قلت لكم ثلاثه الكيسان خلطوا الكل، وهاد نمروا التفاح نقشروا التفاح. الخليط ديالنا وجد، غادي نسيبوه في المول على البنات، نحطوه في المول. المول كنوجدوها البنات كندهنوه بالزبده ولا بالزيت والطحين بحال هكذا والدقيق. دابا نكشروا هاد التفاحه، غادي نقشروها البنات بحال هكذا ونقطعوها قطع صغيرة، قطع صغيرة البنات بحال هكذا هانتوما غتشوفو هكذا. كتعرفو التفاح البنات راه كتوصل السخونية حتى هو كيهبط ما كيدوب. نكملو بهاكا ومن بعد نرجعو نخويو هاد البنات الكيك ديالنا هنايا. غادي نخويو الكيك بسم الله تبارك الله تبارك الرحمن. اللي نسيت البنات اللي نسيت البنات نسيت الفاني، مي ماشي مشكل، انا دايره فيها الشكلاط ودايره فيها هذا، الصراحه نسيتو حطاها البنات ونسيتو لانه كي قلت لكم تنفيلمي بالليل وتنعيا الله يحسن العوال الجميع. نسيتو البنات حطاه هنا ونسيتو، وانا كتعجبني الكيك بالفانيا البنات ما عرفتش كي غادي تخرج، مي المهم نخليوها ترتاح وتشد بلاصتها. نكملوا التفاح ونرجعوا. وهنا البنات دابا غادي نديروا التفاح، غادي نغرسوا التفاح ديالنا بحال هكذا، حاولوا تقادوهم وتعكسوهم لانه غادي نديروا وسط منه، غندير وسط وغطلع عليه الكيك وغندير وسط منه حنايا لا كريم بحال هكذا. تنكملوا هكذا. ودابا البنات من بعد ما استفنا التفاح غادي ناخذوا هكذا لا كريم ديالنا وكل طريف غنزلوه. هانتوما البنات غادي بحال هكذا غناخذوا كل شويه ننزلو في البليصه اللي ما فيهاش التفاح شويه شويه هكذا. تفاح لا كريم تفاح لا كريم كتمشي بحال هكذا حاجة حاجة. راه ملي غادا تطيب الكيكة البنات غادي تطلع على هاد لاكخيم وهاد التفاح هذا، كتجي عامرة زوينة. كتجي لذيذة كيجي فيها هاد دو كولوغ البنات بيج مع مارو مغلوق والنوار. على المنظر ديالها البنات هانتوما كتشوفو خضرا كتجي زوينة. كي قلت لكم وهي ما كتستحملش تبقى مدة طويلة في الثلاجة، وتبارك الله اللي عائلة راهي ياكلوها حتى في النهار، واللي أسرة صغيرة في حالي انايا راه كتبقى عندي البنات
راه ما كتكلش دغيا، واخا كاينين الوليدات ما كياكلوش زعما ديك الماكله، هي حاجه تبارك الله ما شاء الله. انسان يقول بسم الله ما شاء الله كتنزل فيها البركه، راه كتبقى. ولا كانت شي الانسان عنده كي قلت لكم العائله راه دغيا تتكل، الانسان ما غاديش يخبيها كاع، غير هي في التخبيه راه ما تبغيش تخبى اكثر من مده 3 ايام البنات، وما تبغيش تبقى على برا، راه تحمض ليكم في هاد التفاح وفي هاد لاكريم باتيسير اللي هي مصايبه غير بالحليب والمايزينا. غنكملوا بهاد الطريقه تنساليو لاكريم ديالنا. دابا من بعد ما سائلينا الكريم ديالنا البنات، هانتوما غادي ندير عليها شويه ديال اللوز يفيلي، بحال هكذا البنات صافي. ودابا غادي نديرو الكيك ديالنا الطيب في فران بارد. علاش فرانه بارده البنات؟ باش بحال غتخمر لينا ملي كيبدا يلاه يسخن ويدفى ويزيد يسخن مزيان، كتخمر كتطلع عاد تبدا طيب لينا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايوا الفانيا البنات الصراحه نسيتو، بقى فيا الحال الحمد لله ما نسيتش الخميره ولا ما نسيتش مكون اخر غير النكهه، ماشي مشكل ديال الفانيا، فيها الشوكولاته وفيها اللوز وفيها التفاح، صراحه كون كانت خاويه ما فيهاش المكونات هادو ونسيت الفاني اللي هو كيعجبني تما غادي نتقلق بزاف، وليني ماشي مشكل. دابا غادي ان شاء الله نديروها في الفران وبالصحه والراحه، كنشوفوها ملي غتخرجي ان شاء الله كي دايره. من بعد ما وجدت لينا البنات الكيك ديالنا، هانتوما كتشوفوها كيفاش جات، المنظر ديالها جا زوين بزاف. نتمنى من الله تجربوها وتعجبكم ويعجبكم حتى المذاق ديالها. دابا البنات غادي نقطعوها باش نحيدوها من الطاوه باش ما تعرقش، باش داك السخونيه ديالها ما ترجعش عليها بالعرق وتفزق لينا الكيك. غادي نحيدوها نديروها فوق من شي منديل، ولا غادي نديروها فوق من شي خشبه بحال هكذا واللي بغى يخليها تتبرد البنات وعاد يقطعها يخليها تتبرد ويقطعها. انا غادي نقطعها دابا لانه كي قلت لكم باش ما تفزكش من التحت. هانتوما شوفوا التحت ديالها كيفاش طايب، شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها زوينه البنات ومهوي. غادي نقطعوا الكيك ديالنا البنات، الكيك ديالنا ها هو وجد، وحطيت لكم غير طريف لانه باقا سخونه في طبق تقديم. وغادي نزوقوها البنات بهكا شويه ديال السكر كلاصي، الكيك ديالنا البنات كتشوفوا ها هو جا بهذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا البنات الجوانب ديالو كيفاش داير بلا كريم باتيسير واللوز ايفيلي من الفوق والتفاح. نتمنى من الله يعجبكم ويعجب الوليدات ديالكم، ويا ربي نكون خفيفه على قلوبكم، وفيديوها جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولقاكم على خير.